اهلا بكم. في موضوع مهم جدا يا جماعه، ممكن ياخر الحمل وممكن ياثر على الست جدا، وتاثيره كبير فوق ما انتم متخيلين. الضغط العصبي، الحاله النفسيه، انها ما تكونش مستريحه، انها ما تكونش سعيده، انه في ضغوط نفسيه تمارس عليها، انه في ضغوط عصبيه تحصل وتؤثر عليها. علميا طبعا التأثير النفسي على الحمل كبير جدا، بيأثر على الغدة النخامية الحساسة جدا لأي ضغط عصبي. ده في حالات يتوقف إفراز الغدة النخامية من الهرمونات تحت تأثير الضغط النفسي العنيف، حالة اسمها كده أنوركسيا نيرفوزا، تبص تلاقي الهرمونات اللي طالعة من الغدة النخامية ما تشتغلش. كمان في حاجة في العامل النفسي مهمة جدا، إن الراجل والست نفسهم يحملوا في مشاكل معينة، فيدخلوا منظومة طبية عشان يسألوا أو يرغبوا في أنهم يحملوا، فيحسوا بالضياع داخل هذه المنظومة الطبية، مش فاهمين حاجة. يعني أكتر حاجة تأثر نفسيا على أي مريض أن يدخل مكان يقول لك محدش بيكلمني، محدش فاهمني. وطبعا في المنظومات الطبية الكبيرة المسؤولة عن الحقن المجهري أو الإخصاب المساعد، خلينا نروح في الإطار العام، في خطوات كتيرة، في تحاليل، في بروسيدرز، في انفستيجيشن، فحوصات. فالمريض والمريضه لازم يتقال لهم، يشرح لهم، ولازم يبقى في كل خطوه في حد بيفهمه، احنا هنعمل كذا عشان كذا، وهناخد الدواء ده عشان كذا، وهنعمل الفحص ده عشان كذا، وهنلجا الى تجميد الاجنه او استخدام مش عارف ايه عشان كذا. فطبعا الكلام ده حتى لو اتقال لهم في محاضره في الاول هينسوه، فلازم باستمرار يشرح لهم بانتظام. العامل النفسي شيء مهم يا جماعة جدا، وجزء مهم، وسر النجاح مهم. النهاردة ده جزء من حوارنا، لكن قصص النجاح يكمن وراها قصص علمية مهمة، وأبطال اتخذوا العلم طريق لهذا النجاح. ده جزء مهم النهاردة في حوار الحياة. حوار النهاردة مهم جدا، وطبعا ضيف مهم جدا. ضيفي أنا بعتقد انه يعني مصدر فخر لينا ان هو موجود معنا، بلا شك قيمه علميه كبيره جدا، ده مش مجامله ولا نفاق، لانه هو قيمه علميه كبيره جدا في عالم النساء والتوليد. بالاضافه لكده هو استاذنا، بالاضافه لكده رجل اكاديمي من الطراز الاول، وكان اقناعه بالظهور في العالم صعب جدا، واقناعه بنقل الفكر العلمي الى الشاشه شيء مش سهل. لكن النهاردة هنستمع إلى علم خالص من رجل أكاديمي من الطراز الأول، بيميزه شيء مهم جدا في الطب جدا. according to the book الكتاب بيقول إيه؟ يقول كذا، بنعمل كده بدون أدنى آراء متطرفة أو بدون الخروج عن نص الكتاب والعلم الحقيقي. أستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح. دايما الشطارة والمهارة ليه؟ اللي حافظ الاسئله كويس وفهمها كويس ويقدر يشخصها، لان هو ده بدايه معرفه الطريق السليم. هي المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود المخلون ما بين البويضات نفسه بيكون قليل، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله. هل في فعلا ازواج الرجل يعني ما يحملش حيوانات منويه ليها سمه الكروموزوم الذكري؟ زوج مخلف قبل كده كذا مرة وصل لنسبة الحيوانات المنوية عنده بقت زيرو. الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد لندن، دبلوم أمراض الخصوبة جامعة جنيف سويسرا، زميل الجمعية الأمريكية للخصوبة، زميل الجمعية الأوروبية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الداية. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح. اهلا بك يا دكتور اسماعيل، وحشني جدا. انت كمان. عايز ادخل في سؤالين في البدايه، وبعدين هشوف حالات نجاح مهمه جدا في بدايه. السؤالين هو
هل العامل النفسي بالقوة اللي أنا اتكلمت فيها دي جنب العامل العضوي، وهل لابد أن يوجد في فريق أو يعني حريصت أن يكون موجود تيم وورك خاص بالانضباط النفسي بالشرح النفسي؟ طبعا بص، هي طبعا العامل النفسي ده زي ما انت قلت هو مش بيأثر نفسيا، مش عارفين ليه، واحنا عارفين ان في اول خطوة في التبويض بصفة عامة عند السيدات هي ان الهرمونات الغدة النخامية بتخرج، وهرمونات الغدة النخامية دي بتأثر عليها من المخ، فبالتالي اي تأثير احنا بنشوفه ممكن يتأثر عليه لو كان في اكستريم في مثلا واحده عندها ديبريشن جامد جدا، واحده عندها اكسايتمنت جامد جدا، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى ضعف في التبويض، فبالتالي الدوره ما تنتظمش فما بيحصلش حمل. الحاجات اللي هي الاكستريمز زي مثلا الناس اللي عندهم ستريس وقت الامتحانات، احنا بنشوفهم كتير جدا في طلبه الدكتوراه، وفي كتير جدا اللي هم بيعملوا ستريس جدا على نفسهم، تلاقي بتقعد بيريد 3 4 شهور ما تجيش، اول ما الستريس يروح يرجع تاني الدوره الشهريه منتظمه. فبنقول ان الناس دولت فعلا الاسترس اثر عليهم سلبيا. الحاجة التانية انك انت لما بتكون بتشتغل في اي منظومة مهم جدا الحالة النفسية علشان خاطر نجاح اي عملية اي حاجة جراحية. فالقصة دي احنا حرصنا عليها في المستشفى بداية، ان احنا في فريق من الطب النفسي بيبقى موجود، بالذات الناس اللي هم بقالهم فترات طويلة ما حصلش عندهم حمل، غصب عنهم سواء احنا رضينا او مرضناش هيبقى عندهم نوع من الاسترس، وهم داخلين على مكان جديد بياخدوا تجربة اول مرة بياخدوها، موجود في مكان هم نفسهم مش عايزين ان هم يتواجدوا في مكان للعلاج، فاحنا بنحاول ان احنا نسهل لهم الموضوع بشكل كل التيم بيبقى بيحاول يتعاونوا معاهم، وفي نفس الوقت بيبقى في ناس متخصصه في الصحه النفسيه انها تقدر انها تشوفهم لو كانوا محتاجين اي علاج نفسي او حاجه. في اساليب معينه بنخفف فيها الضغط عليهم؟ طبعا في اولا من الاول خالص، انت من اول الريسبشن من اول كل حاجه، كل الحاجات دي كلها لازم الامور دي تبقى منتظمه، وبعد كده هو في مقابله مع ناس بقى لو هو الاكستريمز بقى محتاجين ادويه او علاجات، في اطباء نفسيين بيبقوا موجودين في نفس الوقت علشان خاطر يقدروا ان هم يتعاملوا بس. واغلب الاوقات ما بيبقاش محتاجين قوي يعني، فاهم ازاي؟ كفايه مقابله الطبيب، وكفايه ان هو شرح لهم العلاج والحاجات دي كلها، كل دوت بيقدر ان هو نساعد من غير ما نحتاج للعلاج النفسي اللي هو بنلجا له في حاجات قليله يعني. عندنا حالات مهمه قوي بالحقيقه وقصص مثيره جدا، والحالات يعني اول حاله ملخصه كالاتي. هو موضوع مهم جدا، حمل بعد سن 35 سنة. الزوجة يعني مهم ان احنا نسمع من الزوجة ومن كلامها، لان ده هيفرق معانا جدا كمان في تقييم كيف هذه الحالة، ربما عانت ربما كان فيه صعوبات. فتعالوا نشوف مع بعض اول قصة انسانية مهمة جدا، تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي كلثوم اسماعيل، اسماعيل متجوزة في سوهاج، متجوزة من 20 سنة وما حصلش حمل قبل كده، وعملت العملية مرتين، عملتها مرة في سوهاج وعملتها مرة في مصر وما حصلش نصيب. الحمد لله ربنا كرمني وأنا دلوقتي في توقع، واللهم لك الحمد، ولد وبنت، وبسم الله ما شاء الله الشهر الساتر. أنا الحقن كان التوجيه اللي وجهه الدكتور إسماعيل غير خالص اللي دكاترة كانوا بيوجهوني قبل كده، يعني الدكتور إسماعيل كل حاجة كان بيقولها لي بدقه ان انا اعمل كذا واعمل كذا، هناك كان بيدوني العلاج وخلاص. الفيبر الشام اللي هو الحديد والفيتامينات والحاجات دي ما خدتهاش قبل كده. الحمى تحت الجلد كان الدكتور اسمها كان بيقول لي لازم تتاخد في الاول في البطن، الاول كانوا يقولوا لا خديها هنا من اي مكان. بيدي الحقن بس من فتره معينه قبل العمليه مباشره، بعد العمليه بوقت قبل العمليه لحد دلوقتي شهر سادس، وان شاء الله برضه مستمرين لحد الدكتور ما يخلص الحقن من البرشام او العلاج. الست اللي شافتها ماشيين زي ما قالت لك المدام كلثوم، ان احنا عملنا عمليه خير عيني برضه ما حصلش نصيب 2007، وعملنا برضه في سوهاج ما حصلش برضه نصيب، عملنا العمليه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل يعني ربنا جعل الدكتور اسماعيل سبب انه ربنا كنا دكتور التوأم محمد وفاطمه ان شاء الله. وزي ما حضرتك شايفه دلوقتي الشهر السادس. اخواننا في الصعيد طبعا مهم قوي كلامه، لانه واضح انه كان في 20 سنه فاتوا
الست ما حملتش فيهم 20 سنه. لما بيبقى في محاولات قبل كده للحقن المجاري احنا بنحاول دايما نشوف ايه سبب عدم حدوث الحمل ونحاول ان احنا نتجنبه. يعني احنا بنشوف الاول هي ودي بتدي لنا ايديا كويسه جدا، بالذات لو قدروا ان هم يجيبوا البروتوكولات السابقه ان احنا ننتقي افضل البروتوكول اللي احنا نقدر نتعامل بيه ونقدر ندي لها ادويه التنشيط المناسبه ليها. وفي نفس الوقت لابد ان احنا ننظر للزوج نشوف اذا كان الزوج دوت محتاجها. كتير جدا من اسباب فشل حدوث الحقن المجاري العمليات ان يكون في مشكله عند الزوج نفسه، فبقينا نعمل تستات زي الدي ان اي فراجمنتيشن تيست دوت يشوف لنا اذا كنا محتاجين نعمل العمليه ديت للزوج بالحيوانات المنويه بالطريقه الطبيعيه ولا نحتاج ناخد عينه من الخصيه. في تستات كتيره جدا للزوجه بتقول لنا افضل بروتوكول تاخده ايه، فبالتالي احنا غيرنا لها على البروتوكولات السابقه اللي اخذتها. وهي مش بس حملت، هي عندها حمله في توينز وعندها برضو مجمد، يعني ممكن تحمل برضو مرات تانية. القصة كلها اللي احنا بنحاول نقولها ان الناس ما تيأسش لو عملوا مرة او مرتين قبل كده، لان ربنا بيكرم في الاخر خالص. انا دايما بقول لو حد كل مرة في عدد، يعني كل مرة النسبة بتزيد، هي بتزيد ككليا، يعني هي بتبقى زي ما هي بس بتزيد كليا، التراكمي بيزيد في الاخر خالص. فالحالة زي كده احنا شفنا ازاي انها دلوقتي حامل وقربت تولد ان شاء الله يعني. وهو دوت اللي احنا بنقوله ان دايما الناس تحاول مرة واثنين، لو ما كانش تحاول مرة ثالثة وتشوف البروتوكولات وتشوف ايه اسباب عدم حدوث الحمل ونحاول نتفاداها، وبحيث ان احنا نصل في الاخر خالص ان يحصل حمل. طيب انا معلش انا هسأل سؤال بالاسلوب بتاعنا احنا في البطنة، يعني اللي هو ايه بقى، هرجع تاني لحالات مشابهة، يعني انا هاخد، ما هو في ناس زي الحاله طبعًا دي طبعًا. هيسالوا سؤال مهم قوي، طب احنا دلوقتي شايفين حاله اللي انتوا عرضتوها لنا دي عملت مرتين قبل كده وفشلت، واكيد كان في قصور ما يحيط بالمرتين. مش لازم، بص يا ايمن، هو برضه مش لازم قوي، يعني انت بتحاول تعمل اللي عليك. هو مش لازم ان يكون في قصور، ممكن تكون بالصدفه ان ما حصلش حمل، يعني فاهم ازاي؟ احنا بنقول ايه، يعني ممكن حاله تيجي تعمل اول مره وكل حاجه تبقى كويسه. هي نسبه الحمل، ما هي برضه الحاجه اللي لازم نفهمها للناس، نسبه الحمل في الحقن المجاري حتى لو كل حاجه متكامله ما هياش 100%، مثلا 50 60 70% في بعض الاحيان، لكن عمرها ما وصلت ل 100%. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نوصلها للماكسيمم بتاعنا، ان احنا لو انت شفت النظم اللي بتتعمل عشان خاطر عملية الحقن المجاري دي تمشي، هي منظومة من الصعب جدا انها تحصل بسهولة، يعني ما هيش مثلا ايه معمل تحليل تروح تحلل فيه عندك الكيت التحليل ظهر خلاص انت عرفت التحليل، لا، هي الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. الموضوع لازم فيه تعاون من الزوج وتعاون من الزوجه، وادويه تنشيط بتعطى للزوجه وتحسن التبويض بالنسبه لها، وبعد كده تحدد ميعاد سحب البويضات، ده ممكن يختلف من حاجه لحاجه ومن ساعه لساعه، وتحدد البريشر اللي انت بتسحب بيها البويضات تبقى قد ايه، وبعد ما بتسحب البويضات الميديا اللي هتتحط فيها، وتقعد تفرق ما بين ميديات معينه، وبعد كده تشوف اذا كانت هتعمل اطفال انيب ولا حقن مجهري، ولما تيجي تعمل لها حقن مجهري بتحقن لها ازاي وتحقن لها كام بويضه، وبتستنى عليهم قد ايه وبتحقنها بعد قد ايه، وبعد كده تشوف الاير بيوريفيكيشن حواليك اللي موجود داخل معمل الاجنه، هل هو الاير بيوريفايد كويس ولا لا، المحضنات لازم تنتقي افضل حضنات تحطها فيها، حضنات كل شويه بيبقى فيها تطورات، كنا الاول بالحاجات الثنائيه الغازات دلوقتي بقت ثلاثيه الغازات. الحاجات التطوير ده كله هو بيوصل في الاخر خالص، كل حاجه من دولت بتقاد مثلا 1% زياده 1% وهكذا لحد ما تصل الى اعلى نسب نجاح اللي هي زيك زي بره. احنا بالعكس احنا نسبه عندنا ساعات كتير اكتر من كل اغلبيه المراكز اللي بره مصر. القصه عشان تقدر توصل لها ديت منظومه لازم تبقى موجوده في مركز كبير، لازم يكون في اطباء كتير. احنا عندنا الامبريولوجيست بس من 8 ل 10 امبريولوجيست بيشتغلوا جوه المعمل، كل دولت بيشوفوا كلهم قادرين على كل خطوات اطفال الانابيب والحقن المجهري. فانت عشان تقدر توصل المرحلة دي انت بتاخد منك جهد ووقت وكفاءة بتبنى على مدى السنين يعني. سؤال كلاسيكي طبعا، يعني الست هنا 35 سنة وحامل في توأم، فهنا هي نفسها ممكن تكون قلقانة من سنها، والمماثلين ليها او القريبين من سنها 35 سنة على فكرة مش كبيرة قوي يعني. يعني قصدي 35 سنة مش كبيرة ولا شباب. هي بص طبعا حمل في توأم هو حمل اخطر من العادي شوية، يعني دايما ايه بنقول هاي ريسك بريجننسي شوية حمل في توأم، يعني احنا دايما بيبقى نفسنا قوي ان يبقى حمل في واحد،
حمل في توأم يبقى يعني دايما بيقول لك دبل ترابل اللي هو الحمل في توأم اصعب شويه، لكن بنقدر نتعامل معاه. يعني بنبقى عندها مثلا زياده في نسبه ان يحصل ولاده مبكره، زياده في نسبه الاجهاض، زياده في نسبه مثلا ان يجي لها تسمم في الحمل، في زيادات كتيره جدا في مخاطر الحمل كلها، المخاطر اللي بتزيد مع التوينز. لكن احنا بنقدر ان احنا نعملها فريكوينت فيزيت، بتيجي زيارات اكتر شويه، بتيجي بنشوفها، بنعملها اشعه ثلاثيه الابعاد اكتر من العادي. الحاجات دي كلها عشان متابعه الحمل بيتم بطريقه سليمه، عشان نصل في الاخر خالص ان الام تكون كويسه هي والاطفال بتوعها يعني. عايز اشوف الحاله الثانيه برضو، لان احنا عندنا حالات مميزه قوي جدا، والحاله الثانيه بالذات فيها يعني اكتر من رساله، واولهم رساله رائعه، بس مش يعني زي ما بقول مش هسبق احداث الرسائل، لكن هي رساله تتضمن معنى مهم يسعى عليه كل المنظومات الطبيه، خصوصا متقدمه جدا في مصر. تعال نشوف هذه الحاله المهمه والرسائل المتضمنه في هذه الحاله، نموذج للنجاح. تعال نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم معاذ اسماعيل محمد من السودان. الحمد لله المراحل كلها مرضى على خير. الحمد لله الحمد لله السبعه كامله سيئه، الحمد لله ربنا ارحمهم اليه ونبدا الحمد بها. الحمد لله في السنه الثانيه ربنا رزقنا بابن احمد، ربنا رزقنا يوم 23/9/2012 يعني ابن احمد دكتور الامراض والدكتور اسماعيل. الحمد لله. بس ان شاء الله اول ما نكبر ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. الرسالة الأولى طبعا السياحه العلاجيه، اما يعني احنا كل المنظومه الطبيه الراقيه في مصر وكل المنظومه الطبيه القويه في مصر تصحى وراء. بص يا ايمن، هو في جمله كده انا عجباني جدا، الجمله ديت يعني حد قالها لي من اصدقائي اللي هم بيزوروني من بره، لما شافوا المكان عندنا في المستشفى ده قال أنا ارتقيت بمستوى الخدمة الطبية في مصر. يعني ايه؟ انت لما انت بتشوف مركز زي بداية، مستشفى زي بداية، ومستشفيات تانية برضو حاجات من مراكز مختلفة، المستوى الخدمة الطبية فيها عالي، انت نفسك بتدفع بقية المراكز وبقية المستشفيات ان هم يعني المريض بعد كده مش هيقبل بأقل من الخدمة الطبية دي. يعني انا ده من ضمن الحاجات اللي انا بتشجعني جدا، الكلمات اللي بتتقال ديت لما مريض بيزور مستشفى زي مستشفى بداية، هو لا يمكن هيروح حتة تانية بتقدم مستوى اقل، فده هيرفع بمستوى الخدمة في الاماكن التانية، وبالتالي احنا بنرفع مستوى الخدمة عندنا. اللي بيستفيد في الاخر خالص هو المريض. يعني المريض في الاخر خالص، لما المريض بيجي من بره ويجي ناس من بره وناس من دول اوروبيه بيقولوا ان ده من افضل الاماكن اللي هم شافوها في حياتهم في الخدمه الطبيه، انا جدا ده في حد ذاته بيشجع الاطباء كلهم اللي موجودين، وبيشجع التيم اللي موجود، وطول الوقت بيسعوا ان هم يحسنوا من نفسهم. ومش بس بقى المستشفى عندنا، لقينا ان في مستشفيات تانية بدات ترتقي بمستوى الخدمه عندها، لان المنافسه بقت اعلى من المستوى اللي هو المريض بيقبل بيه. زمان كانوا بيقبلوا باي حته اي حاجه، دلوقتي ما بقوش يقبلوا غير بمستوى عالي جدا من الخدمه. لا انا امبرز اولا الانشاءات، شكل الانشائي للطب، شكل الانشائي للطب، اتساع الاماكن، وسع الممرات، وسع غرفه ده عمليات. يعني خلي بالك كل الحاجات دي ليها اكواد وطرق علميه. يعني على فكره ده الكلام، ما انا بقول من على اساس علمي. الانشاءات كل الحاجات دي ليها اكواد علميه، انا ما كنتش اعرف الكلام دوت غير لما بدانا في الانشاءات، لقيت ان هي كل الحاجات ليها اكواد علميه، وعشان تقدر تاخد الاكريديتيشن من بره ما بيبصوا على اذا كانت كل الحاجات ديت موجوده ولا مش موجوده. لو الحاجات دي موجوده ليك الاكريديتيشن اللي تاخدها، لو مش موجوده انت نو واي انك انت تعملها. فعشان كده بدايه من الانشاءات لازم الناس بتبدا تبص على الاماكن اللي هي متاحه بالنسبه لها، وتبدا تعملها بالستاندردز اللي معموله عالميا. يعني احنا مش هنخترع حاجه جديده، قصدي عندنا هنا تجربتين، التجربه الاولى ناجحه والتجربه الثانيه ناجحه، يعني حمل دلوقتي. التجربه الاولانيه اسمرت عن طفل اللي هو احمد، الثانيه ديت هي اللي هم جايين يعيدوا المحاوله مره ثانيه. يعني بعد ما وما شاء الله يعني. بس هي سؤال علمي هنا، اللي عمل الحقن المجهري اول مره يكرر الحقن المجهري في بعد كده؟
لو هي السبب متكرر يعني انت مثلا فرض ان عدد الحيوانات المنويه قليله جدا عند الزوج هو هتفضل قليله جدا عند الزوج الا اذا مثلا اخذ علاج وارتفعت، لكن اذا فضلت مثلا كانت العدد مثلا بياخد عينه من القصيه او الزوج عندها التصاق في قنوات فالوب ما تعالجش، الحاجات دي كلها من الحاجات البيرمننت او اللي هي الدائمه، الحاجات الدائمه اللي تتطلب اعاده محاولات اطفال الانابيب والحقن المجهري كذا مره. فبالتالي لما بنيجي نشتغل في الحالات اللي زي كده احنا عارفين ده في، انا عندي مثال دايما بضربه لفايدة تجميد السائل المنوي عند الأزواج. أنا عندي كابل الحقيقة من الناس الظروف جدا أنا لحد دلوقتي فاكرهم وبقعد أضرب بيهم المثل. هما كابل مش مصريين جم عملوا أول مرة أطفال أنابيب أو حقن مجهري عندنا وحصل حمل في طفل. والزوج أنا كنت نصحته لأن كان عنده عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية. أنا نصحته إن هو يجمد عندنا كذا مرة، عمل تجميد 4 أو 5 مرات. المره اللي جايه هما جه بعديها بثلاث سنين بيعيد المحاوله مره تانية عشان مراته تحمل. جينا بنقول له يجيب عينه فريش من السائل المنوي، ما لقاش عنده ولا سائل منوي ولا حيوان منوي، بقى ازوسبيرميك تماما. الحاله ديت احنا الحمد لله ان احنا كنا ناصحين انه يجمد السائل المنوي، لما جينا عملنا للزوجه بقى تنشيطات واستخدمنا السائل المنوي حملوا مره تانية في توأ. فربنا ادالهم الاخر ثلاثة بعينة سائل منوي بس. لو كانوا تأخروا بعض الشيء مثلا قبل ما يعملوا الحقن المجاري مثلا كام سنة كان ممكن ما يبقاش فيه ولا سائل منوي خالص، كان ممكن الزوج أصلا ما يكونش عنده سائل منوي من الأول وما يعرفش يجيب المرة اللي بعديها. فبالتالي قلنا إن هم قدروا بعينة واحدة بس إن هم يحصل حمل في ثلاث أطفال. وده النصيحة اللي بنقولها للناس إن أول ما بيتزوجوا يعملوا فحوصات ما قبل الزواج، واول ما يتزوجوا برضو يعملوا فحوصات ما قبل الانجاب او ما قبل الحمل. لان في حاجات كتيره جدا ممكن بفرض ان هم مش عايزين يحصل حمل دلوقتي، لكن لو العدد قليل من الحيوانات المنويه للزوج لو يقدر ان هو يجمد دي تدي فرصه كويسه جدا للحمل بعد كده. فده اللي احنا دايما بنشجع عليه الناس ان هم كل ما يروحوا بدري للاطباء ويبداوا يسعوا بطريقه علميه صح كل ما ربنا يوفقهم اكتر. يعني يسعوا بطريقه علميه صح. الحاله الثالثه حاله مثيره جدا وهيبقى برضو في كم من الأسئلة المتعلق بالحالة النفسية اللي هي أول كلام إحنا قلناه، لأن الحالة الثالثة في ضغط نفسي عليها. تعالوا نشوف مع بعض. متجوزين منذ 17 عام، تعالجنا بعد الجواز يمكن من 3 سنوات وما كان في حمل. أتينا إلى مصر بحمد الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وربنا فتح علينا وتوفقنا ولله الحمد. وكذلك معي أنا رفقاء من اليمن حصلت لهم يعني ما شاء الله يعني نجاحات كبيرة في هذه المستشفى، منهم يعني لو عايزين نذكر الأسماء منهم عبد الجبار عبد الفتاح اللي حصل لهم ما شاء الله ومعهم توأم حصل لهم توأم والآن في أتم الصحة والعافية ولله الحمد. الشعب اليمني الجميل ربنا يعني يرفع عنهم. هي اللي انت بتقوله هي السياحة العلاجية، لكن انت لما بتبدا هي احنا عندنا طبعا طول عمرنا بتجي لنا السياحه العلاجيه ديت. انا بقول الارتقاء انك انت توصل للمستوى انك انت تقدم لهم خدمه افضل من اللي حواليك اللي يعني بنقول عليها ريجن دايما. يعني احنا لما بيجي لنا حتى الاطباء الخارجيين لما بيجوا دايما الجمله اللي بتتقال احنا انتوا حاجه سبيسيفيك في الريجن، مفيش زيكم في المنطقه اللي حوالينا، المنطقه اللي هم قصدهم نورث افريكا والميدل ايست، هي ديت الريجن اللي بيبقى دايما قصدهم عليها اللي هو شمال افريقيا والشرق الاوسط بالظبط. هو انت بتحاول دايما ده الحته اللي بتنافس فيها. يعني القصه انا بقول انت كل ما بتقدم خدمه طبيه مميزه كل ما الناس بتعرف لوحدها، يعني من غير حتى اي كلام الناس بيعرفوا الخدمه المميزه موجوده فين، وسونر اور ليتر هما بتلاقي المكان المميز دايما الناس بتروح له. وهو راس المجموعه اصحابه كلهم عبد الجبار واصدقائه. هو الشعب اليمني شعب جميل قوي. بس انا هنا لفت نظري حاجه، هم واضح انه كانوا تحت ضغط عصبي هناك، كمان الرغبه في الانجاب اكبر بكتير من حتى من مصر. الانجاب اكبر بكتير جدا في الدول العربيه، المشقه اللي هم بياخدوها علشان خاطر يقدروا يجوا. عشان احنا كده دايما بنقول ايه، انت لازم تحاول دايما تدي امل للناس اللي جاي لك من بره، لان هو مش بس بيتكلف مصاريف العلاج في مصر ومصاريف العمليه اللي بيعملها، بيتكلف مصاريف الاقامه، مصاريف الطيران، مصاريف يعني حاجات كتيره جدا بتخش، مصاريف البعد عن بلده في فتره توقف عمله شهر ونص، توقف العمل، كل الحاجات دي
الطبيب لو 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 ضميره ما راعهاش مع المرضى دولت، هو ده يعني ده اكتر حاجه بتخلينا دايما احنا كمان اندر ستريس ان احنا نحاول نحقق لهم نجاح. فده يعني الحمد لله في الاخر خلاص بتعمل الاوبتيمم وربنا بيوفق في الاخر. يعني حواره كان فيه جزء مهم جدا جدا، ويمكن الاذكياء سياخدوا بالهم من انه هذا الحوار هو حوار يكرس ما يسمى بالكونسلتو، ما يسمى بالعمل الجماعي. عند طبيب الذكوره هو لازم ده. المكان اللي بيتعامل مع تاخر الانجاب يكون متضمنا عمل جماعي يجمع ما بين النساء والذكوره. صح يا ايمن، هو القصه كلها احنا عندنا قسم الذكوره، احنا عندنا كله اساتذه من موجودين معانا، اساتذه الذكوره اللي عندنا بيشوفوا حالات اللي هي محتاجه علاجات. احنا كتير جدا من الحالات بنأخر لها العلاج نفسه لحد ما طبيب الذكوره يقول لنا ان هو جاهز عشان خاطر نقدر نعمل له الحقن المجهري، او يقول لنا مثلا احنا هنعمل له العمليه الفلانيه الاول، او ان احنا هندي له العلاجات عشان خاطر اللي انا شايفه ان بالطريقه اللي احنا عاملينها ديت بنوفر احسن فرصه ان يحصل حمل، لان احنا مش بس الزوجه هي اللي احنا طبيب النساء بيبص عليها، اطباء الذكوره اللي عندنا بيبصوا على الذكر اذا كان في عنده مشكله ولا لا، وبنقدر نعالجها قبليها. بس احنا في الاخر خلاص نوفر للمعمل بقى اللي هو الجزء الثالث والجزء الاهم، كواليتي من الاوسايتس او من البويضات جيده ومن الحيوانات المنويه جيده، فبالتالي يبقى الناتج عنهم جنين جيد، وده افضل شيء. يعني كل الابحاث اثبتت في الاخر خالص ان الجنين الجيد هو دوت اللي بيزود فرصة حدوث الحمل اكتر من تحسين بطانة الرحم. كل الحاجات دي طبعا عوامل مساعدة وكل حاجة، لكن اكتر حاجة انك انت ترجع جنين جيد من الدرجة الاولى داخل الرحم، هو دوت اللي بيزود فرصة حدوث الحمل. نورتنا يا فندم. الله يخليك. استاذنا الاستاذ دكتور اسماعيل ابو الفتوح كان كالعادة متألقا في حوار مثير ورائع، علمي يعني سيكولوجي مبني على دراسة هامة جدا لواقع طبي مش موجود في مصر، لأن الواقع الطبي في المنطقة والعربية والعالم ينبغي أن يلاحظ جدا، وخصوصا في منطقة تأخر الإنجاب، منطقة مهمة جدا يا جماعة تؤثر على حياة الناس بشكل كبير، وربما تعيق استمرارهم في الحياة وتؤثر على نفسيتهم. فخلي بالكم من أي اتنين متأخرين في الإنجاب، ما تزودوش عليهم الضغوط العصبية، أرجوكم هم في ضغوط كبيرة، وأرجوكم لازم نراعيهم ونحتويهم ونكون رحيمين بيهم. خليكم دايما مع دكتور.